السلام عليكم، ان شاء الله راح نبلش بهذا الجزء. الجزء راح نحل هذا السؤال. هذا السؤال بحكي لي عندي extreme of refreshing beverage of diameter 0.01، شو عندي هاي النقطة؟ هذا خزان، تمام، او خزانة تبعه هي رسمته بالواقع وهي رسمته بالتوري. انا قاعد بطب بيبسي مثلا او مي او الى اخره، قاعد من هون المي قاعدة بتكب. السؤال السابق بس انه هاي في كيو بتفوت، في سرعة بتفوت. إذا الدميتر للخزان 0.2، بيوجد الفلو ريت اللي هو كيو. شو قانون الكيو؟ حكينا احنا دائما الكيو هي الاريا في السرعة، تمام. بيقول لي إذا اتش 0.2، بيقول لي احسب. احسب ايش؟ احسب كيو. ببساطة بطبق قانون دائما في على جاما زائد زد 1 زائد في 1 تربيع من جي. شو بدها تساوي؟ نفس الطريقة بس 2 على جاما زائد زد زائد في 2 تربيع 2 جي. بس اول اشي بي 1 صفر لانه فتحة خزان، فتح خزان، وبي 2 لانه فتحة صفر. بس بخصوص زد 1 وزد 2 لو اعتبرت هاي صفر، زد 1 كم بدها تكون؟ بالتالي صفر. طيب شو صفوا عندي؟ بي 1 وفي 2. هسه في 1 ماشي صفر، وانه هذا ما بصب، بتكون في 1 صفر. هذا قاعد بصب، فبالتالي في 1 مش صفر. بالتالي في علاقة بين في 1 وفي 2. شو هي؟ كل كيو بشكل عام هي الاريا في السرعة. في 1 في 1 تساوي 2 في 2. سهلة. في 1 كم؟ ديميتر 0.2. بالتالي باي على 4 في 0.2 تربيع. في 1 مجهولة، خليها مجهولة. بتساوي كم اي 2؟ ليش انا هي سرعتها؟ الدميتر لها 0.01 باي على 4 في 0.01 تربيع في 2، تمام؟ تمام، باي 4 مع باي 4 بتطفي في 1 وفي 2 في علاقة بينهم، بعوضها فوق بطلع قيمة السرعة، خلال السرعة بطلع قيمة كيو، خلال السرعة بطلع قيمة بس بتطلعها. فهي الحل زد 1 بي 1 على جاما في 1 تربيع 2 جي، زد 2 بي 2 على جاما في 2 تربيع 2 جي. Q بتساوي A1 V1 وتساوي A2 V2. طلعت علاقة بين V2 وبين V1، استوعبت معادلة بيرنولي، بعد V1 وV2 Q طبق القانون بس بيطلع معي الجواب. ما حليت. عندي سؤال ثاني. سؤال كثير كويس. لي air flow steadily from the tank through a hose of diameter 0.03. لي هذا خزان، وقول لي هون 0.03 اللي بيطلع من نوزل ميتر له 0.01. كل ضرب بشر تانك ريمان كونستنت بمقدار 3 كيلو باسكال، تمام. يعني بحكي لي انه الضغط هون معطيني قيمته، بيقول لي احسب لي فلو ريت، يعني احسب كيو، احسب لي بريشر هون عند كيو الهوز، بيقول لي هوز ديميتر. شو بسوي هسه انا؟ بسوي شيء بسيط كثير، بطبق معادلة بيرنولي مرتين. طب راح تسالني ليش؟ بقول لك بكل بساطه بدك تيجي تحل انت الضغط مثلا بين النقطة واحد نقطة ثلاث، بين النقطة واحد نقطة ثلاث، شو بتسوي؟ شو بتسوي؟ بتحكي بكل بساطة طبق معادلة بيرنولي. الضغط هون معطى، تمام، الضغط هون صفر لأنه فتحة، السرعة هون هذا خزان هواء ما فيش سرعة بيته، كم سرعته؟ صفر. الزدات على نفس المستوى صفار. هون شو بصفي مجاهيل؟ بصفي عندك مجهول هون الفيلوسيتي، ما بصفي عندك ولا اشي، فبطلع بين واحد وثلاث. طلع ايش؟ بطلع الفيلوسيتي. بس جرب واخذ بين واحد واثنين مثلا، او بين اثنين وثلاث. واحد واثنين الضغط هون معلوم، الضغط هون مجهول، السرعة هون مجهولة، السرعة هون صفر، زد هون، فبالتالي كم عندي هون؟ مجهولين سرعة ضغط. بالتالي انا شو بدي اطبق بين واحد وثلاث، طلع من خلالها السرعة، كان بطبق 1 و2 طلع من خلالها الضغط. صح اللي صار عندي هون زد 1 0 زد 3 0، ليش؟ لانه مع نفس المستوى. 1 3000 اللي 3 كيلو باسكال، يعني 3000 اما كثافة الهواء 1.23 ذبية 781. بعدين السرعة هون صفر، هون الضغط صفر، الفيلوسيتي لها قيمة زد صفر، طلعت في 3 طبقت واحد واثنين أو بين اثنين وثلاث عادي، صح ترى؟ اثنين وثلاث الزد صفر،
البي هنا اثنين بدي اياها، ثري صفر، ثري معي طلع في تو، طلع في تو، طلع في تو، بطبق معادلة كونتينيوتي اللي هي على جاما والسالفة هاي، بطلع من خلالها الحل. تمام، بس برجع بكرر، السرعة عند اثنين نفس السرعة عند ثلاث، ديميتر مختلف، فعادي بحكي كيو تساوي باي على أربعة متر بي. كيو في في طلعت أنا الكيو، الفرع الأول، الفرع الثاني طلب الفيلوسيتي والبتر، بس هون هون طلعت في ثري، هون شو بعمل؟ معيش طلعت النقطة اثنين بس معي مساحتها، طلع هاي في ثري هاي في تو، بطلع علاقة بينهم تطلع معي في تو خلال بطاقة الحال. خلاص السؤال، بس هاي الفكرة لازم تكون فيديو لحالها للأمانة، لازم نحلها. يعطيكم العافية.